بونجور السلام عليكم. بغينا نعلق على هذه الصوره. هذه الصوره ديال صاحب الجلاله اللي خدا الجلبه ديال الكوفيد 19 فوندردي وجودي، وباش ردوا بعدا الله ينصروا لنا والله يحفظوا لنا. هذا هو اللي تيضمن لنا الامان ديال هذا الكوفيد، وبهذه الطريقه هو راه برهن للناس كلهم بان هذا الفاكسان هو احسن حاجه اللي كاينه دابا، لان باش ياخذ المسؤوليه انه ياخذه هو الاول. هذه الشجاعه اللي خصنا نعترفوا بها كاملين، ماشي كلشي يقدر يديرها. وهذا رد لجميع هذوك الناس اللي كانوا تيقولوا لنا عندكم لقاح فيه شي حاجه، عندكم هذه عندكم هذه. هذا هو الجواب الاخر، والحمد لله اللي عندنا صاحب الجلاله، واللي حنا حتى حنا راه اللقاح هذا راه الناس بقنا بزاف ديال البلدان اللي مازال هما ما فرحوش به، وكاين اللي دابا يلاه تيطلبوا بلدان اخرين باش يعطيو لهم وتيرغبوا. حنايا باش تعرف حنايا مسبقين حنا الاولين. انا بغيت نشجع غير المغاربه باش كلهم يديروا الفاكسان لقاح، باش نحيدوا من هاد لا سيتوياسيون، نحيدوا من هاد المشاكل اللي عندنا، وكلشي يتحل ان شاء الله. حيت الا درنا هاد لي 2 مليون ديال كوم برومي كوم برومي كوم برومي غيتاب الاولى، المرحله الاولى الا درناها وخدينا كملنا حنايا هاد اللقاح ديال 2 مليون دو بيرسون، نحيدوا منهم الناس الدراري اللي قل من 18 عام، دونك غادي يبقى واحد الفئه اللي خاصها دار. ودرناها للناس الكبار، ودرناها للناس ديال الامن، ودرناها للناس ديال الطب، ودرناها لهذا. بعدا راه غتاخذ واحد لابارتي كبيره، واحد الناس واحد النسبه كبيره ديال الناس، وغادي نحسوا براسنا في امان حتى في الزنقه. ومني غادي يجي داك الامان غادي نقدروا حتى الاقتصاد وكلشي غادي يرجع لهاد البلاد. الوغ خليونا من الهضره ديال الخاويه ديال الناس، اللي عنده شي حاجه زوينه يقولها لنا، اللي ما عندوش شي حاجه يدخل سوق راسو. راه دابا البرهان راه باين، الفاكسان باين ديالاش. الله ينصر سيدنا والله يحفظ هاد البلاد. عاش المغرب، الله الوطن الملك.